السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيفة تميمة. اليوم ان شاء الله نقدم لكم حلوى كتجي الشكل ديالها زوين بزاف، كتجي رطبة والمكونات ديالها جد بسيط. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاج ليهم، نحتاج كأس السكر ناعم اي سكر كلاسي، كأس لاروب ديال الزيت كما تلاحظوا معايا، نحتاج بيضة، كيس ديال الفاني، عندنا نصف ملعقة صغيرة ديال الخميرة الكيماوية، ملعقة صغيرة ديال الكاكاو. غندو على بركة الله. غناخد إناء فاش غنعجن، نضيف البيض، البيضة اللي عندنا، نضيفو عليها الفاني، نضيفو كأس ديال السكر ناعم، السكر كلاسي. دابا نضيفو الكاكاو، نبدا نضيفو الدقيق شويه بشويه حتى يتجمع لينا الخليط. هيا العجين ديالنا تجمعات، ندهنو يدينا بشوية الزيت، تناخدو شوية العجينة و تنشكلوها على هاد الشكل هدا، تنضعوها. اللاطا لي غدخل الفرن كندهنوها بشوية الزيت حتى هي بحال هاد الشكل، نضغط عليها واحد شوية، تلصقها مع خصها بحال هاد الشكل. نحاول نكون الكويرات متساوين، تلصقهم مع بعضياتهم باش ملي يطيبو يعني يتلاصقو بيناتهم، يجو شادين في راسهم، يجيونا حبة وحدة. نبقى ندير نفس العمليه حتى نسالي الكميه ديال العجين اللي عندي. هاي الحلوة ديالنا من بعد ما طابت، هانتوما كيما كتلاحظو معايا كيفاش تجي، تندخلوها الفران بطبيعة الحال يكون سخون، تنشعلو ليها من التحت تكنحسو بيها طابت و تنخرجوها، متنخليوهاش تيفت في الطياب لحقاش الكاكاو تحرق لينا و يولي فيها مذاق ديال المرورة. عندي هنا الشكلاط أسود دوبتو في حمام مريم، ضفت عليه قليل من الزيت، تناخدو الحلوة ديالنا ندوزها في الشكلاط على هاد الشكل هذا. من بعد ما كنتاهي تنوضو هنا في بلاستيكة قليل من الشكلاط أسود، تنفتحو البلاستيكة ديالنا واحد الفتيحة صغيرة، هاي الحلوة ديالنا في الشكل ديالها النهائي. كنتمنى هاد الفكرة تنال الإعجاب ديالكم، إلا عجبكم الفيديو عملو لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائلة ديالكم الأصدقاء، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة.